قرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس لمدة أسبوعين ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 من أبريل المقبل. أكد عبد العال أن هذا التأجيل يأتي اتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة ويأتي في الصدارة، منها منع التجمعات التي تؤدي إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الإمكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة النواب العاملين بالمجلس.